السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي. درس جديد من دروس مادة الرياضيات، درسنا اليوم بعنوان القسمة على خمسة. في بداية درس اليوم يا شباب، كما تعودنا احنا بنراجع مراجعة سريعة على القسمة. كما نعرف جميعا يا أبطال، وترسخ عندنا الآن أن القسمة هي عكس الضرب. لو أنا قلت لك مثلا 25 تقسيم الخمسة كم تساوي؟ فانت بتقول لي يا استاذ انا بستعمل حقائق المترابطه وبحول مساله القسمه هذه لمساله ضرب. بقول 5 ضرب عدد ما نعرفه يساوي 25، فالخمسه هي ايه؟ ضرب الخمسه. فاذا كان الناتج هنا 5 كتبنا هنا 5، فنكتب ايضا هنا ايه؟ هنا 5. فمن خلال عمليه الضرب هذه توصلنا الى حل عمليه القسمه هذه، 25 تقسيم الخمسه يساوي 5. وقلنا يا اخواننا في الدروس السابقه ان انا عندي في عمليه القسمه 3 اركان. الركن الاول هو المقسوم، وهذه علامه القسمه، وبعد المقسوم المقسوم عليه، وبعد كده عندنا الناتج. عندنا ايه؟ الناتج. ممكن انا اكتب عمليه القسمه باستخدام هذا الرمز اللي هو علامه العلى هذا او القسمه، او ممكن استخدم هذا الرمز. وهنا في الحاله ديت بنكتب هنا المقسوم، وهنا بنكتب المقسوم عليه، وهنا بنكتب الناتج، وهنا بنكتب يا أبطال الناتج. وقلنا أحبابي إن أيضا في عملية القسمة في أي مسألة نحن نستطيع أن نقوم بتحويلها لعملية الضرب. وأصلا عملية القسمة هي عملية توزيع. عملية القسمة عملية إيه؟ توزيع. فمثلا كنت بقول لك 12 تقسيم 4 معناها ايه؟ بعض الشباب يجي يقول لي يا استاذ الناتج صعب وما نعرف، ويا استاذ بعضهم يقول لي 48. هذا ما فهم السؤال، ما فهم عمليه الايه؟ القسمه. ليه ما فهم السؤال؟ لان لو فهم القسمه لن يقول هذا ابدا. ليه؟ لان انا بقول لك 12 تقسيم الاربعه، فانت عقلا كده تقول لي انا معي 12 ريال اريد ان اوزعها على 4 طلاب، كم سياخذ كل طالب؟ كيف سياخذ 48؟ خطا. اصلا انت ما عندك غير 12 ريال، كيف توزعهم على 4؟ فهنقول 12 تقسيم 4 نحولها لمساله ضرب، تصير 4 ضرب كم تساوي 12. فنسال نفسنا الاربعه اللي اضربها في كم تصير 12؟ تصير 3، اضربها في 3، فبالتالي نكتب هنا كتبنا 3، نروح نكتب هنا ايضا ايه؟ الثلاثه. هذه هي المقدمه اللي المفروض ان احنا نكون عارفينها كلنا يا شباب. واليوم بننتقل باذن الله لدراسه درس القسم على 5. في فكرة الدرس اليوم يا شباب، بيقول لي ان انا اجد ناتج القسمة على 5. بيديني مثال، بيقول لي دفع سامر 30 ريالا لشراء مجموعة من الالعاب المتماثلة، فاذا كان ثمن للعبة 5 ريالات فكم لعبة اشترى؟ هو كان معه كم؟ دفع 30 ريال، دفع 30 ريال عشان يشتري كم لعبة؟ يشتري 5 لعب. يبقى هو اللعبة الواحدة ثمنها كم؟ ما نعرف. طب العملية المناسبة هنا ايه يا أستاذ؟ عملية القسمة. ليه؟ إن هو دفع مبلغ كبير لمجموعة من الأشياء، فعشان نعرف قيمة كل شيء لوحده نعمل ايه؟ نقسم المبلغ اللي هو دفعه على عدد الأشياء اللي هو اشتراها، فنعرف ثمن كل لعبة أو ثمن كل شيء لوحده. فنعمل ايه؟ نقول عملية قسمة. طب قلنا يا أستاذ عملية القسمة هذه نحولها كيف؟ نحولها باستخدام الحقائق المترابطة لعملية ضرب، ونقول يا أستاذ إن هذا ال 30 هنا اسمها إيه؟ اسمها مقسوم، اسمها إيه؟ مقسوم، تمام؟ تروح تبقى هنا تبقى إيه؟ ناتج، يبقى اللي في الأول هنا المقسوم يصير في الأخير يبقى هنا إيه؟ 30. والخمسة هذه أنزلها هنا وأسأل نفسي سؤال، إيه العدد اللي إحنا لو ضربناه في 5 يصير 30؟ العدد هو 6، 6 ضرب الخمسة يساوي إيه؟ 30. وأنا أكتب ممكن طبعًا طالما هنا جاء الناتج 6 فأنا أكتب إيه؟ الناتج هنا أيضًا إيه؟ هيصير 6. تعالوا نشوف الكتاب كيف حل هذه المسألة أبطال. قال لي في الكتاب 30 تقسيم الخمسة أيضا يساوي 6، وبيقول لي إن أنا يمكن أن أتحقق من هذا الحل من خلال عملية الضرب، فيضرب 6 ضرب الخمسة هتساوي إيه؟ 30. وطالما 6 ضرب 5 تساوي 30، فكده بقدر أقول إن إجابتي إجابة إيه؟ صحيحة. الآن يا أحبابي جاء وقت أسئلة أتأكد، وبيقول لي السؤال الأول، أجد ناتج القسمة مستعملا النماذج أو الحقائق المترابطة 35 تقسيم الخمسة. 35 تقسيم الايه؟ الخمسة. مثل ما تعودنا ابطال، احنا هنحول عملية القسمة لعملية ضرب ونكتب يساوي.
اللي في الاول هذا اللي هو المقسوم، فين المقسوم هنا ابطال؟ المقسوم يا استاذ 35، نخليه في الاخير هنا 35 بعد علامه يساوي، الناتج هنا يصير 35، واكتب الخمسه هذه اكتبها هنا، اقول 5 ضرب كم يساوي 35؟ طبعا كلكم حافظين جدول الضرب، فالاجابه هي 7، نقول 5 ضرب 7 تساوي 35، وبالتالي هنكتب ان الناتج هنا بيساوي ايه؟ 7. 5 تقسيم 5. اذا انت فهمت هذا السؤال يا بطل ما تحتاج تكتب اي شيء، بس على طول هتعرف الاجابه. تقول لي يا استاذ 5 تقسيم 5، يعني ايه 5 تقسيم 5؟ يعني 25 يا استاذ، يعني 25. ها صح، احسنت يا بطل. استاذ خطأ. ليه يا بطل؟ ان انت معك 5 ريالات، معك 5 ريالات، كيف تعطي اقسمهم على 5 اولاد وتعطي كل واحد 25؟ لا، ده انت كده خليتها ضرب، ما هي ايه، ما هي قسمة. كيف نقسم؟ فاكر لما قلت لك ان التقسيم هو التوزيع، التقسيم هو الايه، التوزيع. معنا 5 ريالات نوزعها على 5 اولاد، كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد ريال واحد فقط. اذا 5 تقسيم 5 تساوي ايه ابطال؟ تساوي 1. هذه اظن سهلة وبسيطة جدا، عدد لو قسمناه على نفسه يصير الناتج 1، اي عدد، اي عدد هنقسمه على نفسه يصير الناتج ايه؟ 1. هنا بدأ يستخدم الشكل الجديد من عملية القسمة، انه هذا الشكل، هذا الرسم، يقول لي 20 تقسيم 5، ال20 زي ما احنا عارفينها ابطال اسمها المقسوم، الخمسة المقسوم عليه، نريد أن نعرف الناتج، على طول نقول إيه العدد اللي إحنا لو ضربناه في 5 يصير 20؟ ما العدد الذي إذا ضرب في 5 5 يساوي 20؟ طبعا كلكم حافظين جدول الضرب ما شاء الله عليكم، فنقول الناتج بيساوي إيه؟ يساوي 4، الناتج يساوي 4. 40، السؤال رقم 4 بيقول لي 40 تقسيم 5، 40 تقسيم 5 هي مكتوبة بهذا الشكل، وهذا صحيح، وهذا الشكل هو صحيح أيضا. أستطيع إن أنا أحولها لمسألة ضرب، فأقول والله علامة القسمة هتصير ضرب، وأكتب هنا 5 وأقول إيه العدد اللي أضربه في 5 يصير 40، العدد هو إيه؟ العدد هو 8، العدد هو إيه أبطال؟ 8، وبالتالي هنقول إن ناتج عملية القسمة هذا يساوي إيه؟ 8. هننتقل الآن إلى السؤال رقم 5، وبيقول غطيت أرضية مسرح مدرسي بقطع من السجاد لها الطول نفسه، وكانت مرتبة في صفوف، طول الصف الواحد 15، لا، طول الصف الواحد خمس، الواحد منها 15 مترا، إذا كان كل صف يحوي 5 قطع فما طول كل سجادة؟ نعيد السؤال تاني وركزوا معايا أبطال. إحنا عندنا أرضية في المسرح، هنغطي الأرضية ديت بإيه؟ بسجاد، هنغطي الأرضية هذه بسجاد. بيقول لي كانت مرتبة في صفوف، كانت مرتبة فين؟ في صفوف، وطول الصف 15 متر، إذا كان كل صف يحتوي 5 قطع، الصف الواحد بيحتوي كم قطعة؟ 5 قطع، فما طول السجادة؟ يعني إحنا الآن عندنا هذا هو الصف، لنفترض هذا هو الإيه؟ الصف، سامحونا على سوء الرسم. هذا هو الصف، الصف ده كم طوله؟ 15 متر، 15 ايه؟ متر، هو ده الصف يا أبطال، لنفرض إن ده الصف بالشكل هذا، إذا كان كل صف يحوي 5 قطع، يبقى إحنا هنقسم الصف ده، 1 2 3 4 5، 4 ايه 5، هذه القطعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، المفروض إن هذه القطع كلها متساوية. إذا 15 إحنا قسمناها لكم جزء أبطال؟ يلا عدوا كده، 1 2 3 4 5، قسمناها 5 أجزاء، المفروض إن هم متساويين يا أستاذ، المفروض إن هم إيه؟ متساويين الخمس أجزاء هذه. طب يا أستاذ إحنا قسمناها ل5 أجزاء ديت، يبقى نعمل إيه؟ طالما قسمنا نقسم يا أستاذ، 15 تقسيم 5 تساوي كم؟ تساوي كم؟ ها، بدون حقائق مترابطة وبدون نماذج، مين يعرف الإجابة؟ أحسنت يا بطل، الإجابة هي إيه؟ 3. فهنقول 15 تقسيم 5 تساوي ايه؟ تساوي 3. فبيسألني السؤال فما طول كل قطعة، فهنقول له ايه؟ 15 تقسيم 3 5 تساوي 3، ونقول ان طول القطعة الواحدة 3 أمتار، 3 متر او 3 أمتار. السؤال رقم 6 بيقول لي متى يقبل العدد القسمة على 5؟ متى يقبل العدد القسمة على ايه؟ على 5. طبعا هذا سؤال جدا سهل وبسيط، ركزوا معي يا أبطال. العدد إمتى بيقبل القسمة على 5؟ العدد بيقبل القسمة على 5 بشرط، إذا اتحقق فيه شرط، الشرط إن هو إيه؟ يكون بيبدأ يقبل
العدد القسمة على 5 بشرط إنه يبدأ بصفر أو 5، يا إما يبدأ بصفر يا إما يبدأ بخمسة. يعني مثلا من غير كده ما تحل، لو أنا قلت لك إيه 9، هل تقبل القسمة على 5؟ تقول لي يا أستاذ هل التسعة دي فيها صفر؟ لا يا أستاذ، يبقى ما تقبل القسمة على 5. طب لو قلت لك شوف الرقم كبير أهو 5 7 9 2، ما أبيك تجيب الناتج، لكن أسألك سؤال الآن، هل هذا العدد الكبير يقبل القسمة على 5 أم سيكون هناك باقي؟ تقول لي لا أستاذ هذا العدد يقبل القسمة على 5. كيف عرفت يا بطل؟ لأنه هو بيبدأ بإيه؟ يبدأ بخمسة. يبدأ بإيه يا بطل؟ يبدأ بخمسة. فأنا عندي شرط إذا تحقق أنا أقدر أقول إيه؟ إن العدد ده بيبدأ بيقبل القسمة على 5 إذا كان العدد بيبدأ بصفر أو بيبدأ بخمسة. طب تعالوا نعطيكم بعض الأسئلة ونشوف مين هيعرف. لو أنا قلت لك مثلا 35 17 49 50 27 95 100، ها يلا أبطال مين يعرف يجاوب معنا هذا السؤال؟ يجي يقول لي واحد يا أستاذ ال 35 هذه تقبل يا أستاذ، لكن ال 17 هذه لا تقبل. ليه يا أستاذ؟ لأنها بتبدأ بسبعة. احنا لازم قلنا نبدا بايه، يا اما بصفر يا اما بخمسه. اذا كان بتبدا بصفر في الاحاد عندها يعني صفر، تقول لي يا استاذ بتقبل. اذا كانت في الاحاد ما هو صفر او خمسه، تقول لي لا تقبل. ده دي الاحاد عندنا 7 يبقى لا تقبل. الاحاد هنا كام؟ 9 يبقى لا يقبل. الاحاد هنا صفر يبقى يقبل. الاحاد هنا 7 لا يقبل. الاحاد هنا 5 يقبل. الاحاد هنا صفر يا استاذ، الاحاد هو صفر يبقى ده ايه؟ بيقبل. يبقى احنا اتعلمنا يا اخوانا احنا نبص على الاحاد، نبص على ايه؟ الاحاد. الاحاد هنا 5 يقبل، الاحاد هنا صفر يقبل، الاحاد هنا صفر ايضا يقبل، الاحاد هنا 5 يقبل، اي شيء غير ذلك لا يقبل القسمه على 5. يعني ايه؟ على طول لما يجيك مساله وانت مغمض 7 2 3، هل هذه المساله تقبل القسمه على 5؟ تناظر على الاحاد، هل تقبل؟ لا استاذ ده 7 يبقى لا يقبل، يبقى هذه المساله لا تقبل القسمه على 5. 7 2 9 7 9، شوف رقم كبير مره وحطيت لك في البدايه صفر، يبقى انت من غير ما تفكر هل هذا العدد يقبل، ناظر على الاحاد، الاحاد كام؟ صفر، يبقى يقبل القسمه على 5. لماذا؟ كيف عرفت؟ لان الاحاد هنا ايه؟ الاحاد صفر. هذا هو الشرط، ولذلك احنا هنقول في اجابه هذا السؤال، السؤال رقم 6 بيقول ايه؟ متى يقبل عدد القسمه على 5؟ عندما يبدا، عندما يكون احاده صفر أو 5. الأحاد حقه لو صفر أو 5 يبقى يقبل، الأحاد حقه أي رقم ثاني لا يقبل القسمة على 5. الآن هننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة يا أبطال. بيقول لي لدى مريم وشاح من القماش طوله 35 متر وتريد تقسيمه إلى تقسيمه 5 أجزاء متساوية. هي عندها الوشاح طوله 35 متر يا أبطال، وهي تريد أن تقسم هذا الوشاح إلى على 5 أجزاء. مين يفكر في هذه المسألة؟ فكر يلا. هنقسم 35 تقسيم الخمسة، أترك لكم أقل من دقيقة للتفكير، فكر يلا يا بطل. 35 تقسيم الخمسة، تستطيع إن أنت على طول تحول المسألة الضرب مباشرة، هتعرف إن الناتج كام. أحسنت يا بطل، الناتج هو 7. هنقول طول الوشاح 35 متر ويقسم إلى 5 أجزاء، طول الجزء هيساوي 35 تقسيم الخمسة يساوي 7 متر، 7 مترات. الآن هننتقل إلى سؤال آخر، بيقول حصل سعيد على 40 نقطة في اختبار مكون من 10 أسئلة. هو حصل على 40 نقطة في اختبار فيه 10 أسئلة، فإذا كان لكل سؤال 5 نقاط كاملة، فكم سؤالا أخفق في الإجابة عنه؟ نعيد تاني، سعيد حصل على كام؟ على 40، حصل على 40 يا شباب. في الاختبار ده كان مكون من كام سؤال؟ من 10 أسئلة يا أستاذ، فإذا كان كل سؤال 5 نقاط كاملة، فكم سؤالا أخفق؟ لو هو الاختبار فيه 10، هو المفروض اللي يكون الدرجة النهائية من كام؟ مين يعرف؟ أحسنتم، الدرجة النهائية تكون من 50، لأنه في 10 أسئلة يا أستاذ، والسؤال بـ5 نقاط، يبقى 10 ضرب الـ5 تساوي 50. هو ما جاب 50،
ما جاب 50، ده هو جاب كام؟ جاب 40 فقط يا أستاذ، هو جاب إيه؟ 40، 40 من 50، والسؤال عليه 5. نعيد تاني، السؤال عليه 5، هو جاب 40، يبقى هو كم؟ يبقى هو ضيع 10 درجات. يبقى كم سؤال ضيع يا شباب؟ هو كم سؤال أجابهم إجابة خطأ؟ سؤالين. إجاب الإجابة إن هو إيه؟ أجاب عن سؤالين خطأ. تعالوا نقرأ الإجابة مع بعض. عدد النقاط كاملة بتساوي 5 ضرب 10 تساوي 50. المفروض كان يجيب 50، ليه؟ لأن أنا عندي 10 أسئلة والسؤال عليه 5 درجات، يبقى كان المفروض يجيب 50، لكن هو ناقص 10 درجات عشان كده جاب 40. طب العشر درجات ديت كيف نعرف كم سؤال؟ نقول والله 10، مثل ما هو كاتب 10 تقسيم 5 تساوي 2، يبقى هو عنده سؤالين أخطأ فيهم، عنده سؤالين يا أبطال أخطأ فيهم. السؤال التالي بيقول: يجري الدب الرمادي 55 كيلو مترا في الساعة، ما ناتج قسمة هذا العدد على 5؟ طبعا أستطيع أن أنا أحولها يا أبطال، نقول 55 تقسيم 5، 5 تقسيم 5 تساوي 1، و5 تقسيم 5 تساوي 1. تعالوا نرى الإجابة مع بعض. الخمسة هذه لو أخذتها قسمتها على 5 تساوي 1، والخمسة الأخرى لو قسمتها على 5 تساوي إيه؟ 1. 5 تقسيم 5 تساوي 1، و5 تقسيم 5 تساوي إيه؟ 1. فالإجابة الصحيحة هي 11 كيلو متر. 11 كيلو إيه؟ متر. آخر سؤال معنا في درس اليوم يا أبطال بيقول: اكتب جملة قسمة يكون الناتج 9. طبعا كلكم ممتازين وعندكم أفكار كثيرة، أكيد يعني معظمكم أجاب عن هذا السؤال. أسمع بطل الأبطال يقول: يا أستاذ لو أنا قسمت 72 تقسيم 8 هتكون الناتج 9. هذه يعني أبعد شيء. واحد تاني يقول: يا أستاذ معي 90 تقسيم 10 تساوي أيضا 9. تعال ننظر إلى الإجابة اللي عندنا: 27 تقسيم 3 تساوي 9. عندي مسائل كثيرة جدا تستطيع فيها المسائل هذه إن أنت تكون الإجابة عندك إيه؟ 9. فعلى سبيل المثال هو كتب لي 27 تقسيم 3 تساوي 9. ممكن واحد تاني من الأبطال يقول: يا أستاذ 90 تقسيم 10 تساوي 9. واحد ثالث يقول: يا أستاذ 18 تقسيم 2 يساوي إيه؟ 9. كل هذه المسائل إجابتها ستكون إيه؟ 9. إلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من شرح درس اليوم الذي كان عن القسمة على 5. القسمة على إيه؟ على 5. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس جيدا. أترك لكم أسئلة أتدرب لتقوموا بحلها، وإن واجهتكم أي مشكلة اكتبوها لنا في التعليقات. جزاكم الله خير، نفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.